السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد مع السترات الصفراء عالميا. أما في داخل إسرائيل فالمحكمة أو الشرطة توصي بتقديم لأحد اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ونتنياهو يقول بأنه يجب نفض جهاز الشرطة عن بكرة أبيه وإعادة هيكلته في هجوم مضاد على الشرطة. الموضوع الجديد أو الجديد القديم لنتنياهو التي تتجدد الأخبار عنه الآن هو القضية 4000، وهي إعطاء امتيازات لأكبر شركة اتصالات في إسرائيل شركة بيزك مقابل تغطية محابة أو تغطية ودية في موقع والله التابع لنفس مالك شركة بيزك. نبدأ مع وكالة رويترز التي اختارت عالميا حتى بأن يكون عنوانها الرئيسي عن ما يجري في إسرائيل، ثم بعض الأخبار العالمية. نبدأ مع وكالة رويترز. شرطة إسرائيل تزيد مشاكل نتنياهو القانونية مع سعيها لتوجيه اتهامات بالرشوة. قالت الشرطة الإسرائيلية أن التحقيقات توصل إلى أدلة كافية لتوجيه اتهامات الرشوة والاحتيال إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته في ثالث قضية فساد ضد رئيس الوزراء. أما في وكالة الأناضول، إعلام أوروبي عن احتجاجات فرنسا قال حرب عصابات وباريس تحترق. وأفردت وسائل الإعلام الأوروبية مساحات واسعة للاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من أسبوعين، وتصدرت الصفحات والمواقع الإخبارية، ونشرت صحف العديد من البلدان الأوروبية صورا لأعمال الشغب والسيارات المشتعلة وتدخل الشرطة لتفريق الحشود الغاضبة. ولفتت إلى أن غضب المتظاهرين لا يقتصر على أسعار الوقود، وإنما على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الوقت نفسه. ومظاهرات السبت هي الثالثة ضمن سلسلة احتجاجات ينظمها أصحاب السترات الصفراء منذ 17 من نوفمبر تشرين الثاني المنصرم ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة. أما في فرنسا 24، الرئيس الفرنسي ماكرون معلقا على احتجاجات السترات الصفراء: أعمال العنف غير مقبولة. وتابع ماكرون: سأحترم الاحتجاج على الدوام، سأستمع إلى المعارضة على الدوام، لكنني لن أرضى أبدا بالعنف. وأدلى ماكرون بهذه التصريحات في مستهل مؤتمره الصحفي، لكنه رفض الإجابة على أسئلة الصحفيين حول هذه القضية. واندلعت مواجهات السبت بين مئات المخربين وقوات الأمن الفرنسية في قلب باريس، التي شهدت إحراق سيارات وتكسير واجهات زجاجية وإقامة متاريس، وقد كنا مخربين بين قوسين كما جاء تماما في الموقع، وذلك على هامش تظاهرة جديدة لحركة السترات الصفراء التي تحتج على زيادة الضرائب وتراجع القدرة الشرائية. ونبقى مع أو عودة لوكالة الأناضول. ماكرون يوجه رئيس وزرائه للحوار مع السترات الصفراء. أعلن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوعز لرئيس وزراء إدوارد فيليب بالحوار مع قادة سياسيين وممثلين عن حركة السترات الصفراء لوضع حد للاحتجاجات التي تشهدها البلاد. جاء ذلك في أعقاب اجتماع طارئ لماكرون مع أعضاء حكومته غداة أعمال عنف شهدتها باريس خلال احتجاجات اندلعت أول أمس، وأسفرت عن إصابة نحو 133 وتوقيف أكثر من 400 آخرين. وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن ماكرون طلب من رئيس الوزراء استقبال زعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان وممثلين عن المحتجين دون ذكر موعد محدد للاجتماع. وأضاف البيان أن ماكرون دعا وزير الداخلية كريستوف كاستانير إلى التفكير بطرق لتكييف وسائل حفظ الأمن في المرحلة المقبلة. وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الفرنسية عن استعدادها للحوار مع ممثلي السترات الصفراء على خلفية المظاهرات العنيفة. في البي بي سي جاء احتجاجات الوقود في فرنسا. ماكرون يطالب رئيس حكومته بإجراء محادثات مع المحتجين. فرانس 24، ماكرون يتفقد قوس النصر وباريس تنظف شوارعها عقب احتجاجات السترات الصفراء.
وأخيرا في رأي اليوم جاء بأن الأردن يصادف نهائيا على قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أثار جدلا واسعا في البلاد رافقته احتجاجات عارمة في أيار الماضي.